واحد السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى الكل يكون على خير. كيف ما ديما كنقول لكم، مرحبا بكم في قناتكم ام امير كندا. اليوم جبت لكم واحد الكاطو ديال الويكاند، غزاله 10 دقائق البنات، بلا فران بلا حتى حاجه، جوست تحطيها في الثلاجه وسهله بزاف بزاف. كطلب هادي كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، جوج معالق ديال السنيده، جوج معالق ديال الكاكاو، بسكوي عادي. ناخذ الخلاط الكهربائي ديالنا، نديرو جوج معالق ديال الكاكاو، نديرو كاس الحليب، نديرو السنيدة بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوة، إلا بغيتي تستغني عليها ولا تنقصي ديري معلقة وحدة ماشي مشكل. ومن بعد نديروها في الخلاط الكهربائي ديالنا، من بعد البنات ما ضرب لينا مزيان حتى كيعقد كيولي ثقيل، كنبقاو نزيدو نخدموها او ميم طو نبقاو نزيدو بشويه بشويه الزيت. انا ما بغيتش نبقى دايره الصوت باش ما يجيكمش الصداع. كيف ما كتشوفوا البنات كيعقد بحال هكذا كيولي ثقيل. من بعد كناخذ البسكويت ديالنا وكنديرو هنايا، انا خديت دو باكي ديال هاد البسكويت على حسب الطاوة ديالك، واش كبيرة ولا صغيرة ولا مربعة ولا دايرة، المهم تعينيك ميزانة كتاخدي. من بعد البنات كنشدو بسكويت ونبقاو نهرمشو بحال هكدا بيدينا كلو. كيبدا على هاد الشكل، كيبقى شوية كبير ماشي كنملو. من بعد ناخدو هاد الخليط ديالنا ونوضعو فوق بسكويت. كيولي الخليط ديالنا على هاد الشكل، من بعد كنشدو المول ديالنا، كيكون كيتحل ولا كيكون هداك الحديدة اللي كطلع وكتهبط، نحاولو أننا نجيبو طبقة وحدة يكون مسطح وكاع جميع الجوانب يكونو عامرين، يعني بحال هكا ما تخليش شي بلاصه اللي ما فيهاش بسكوي، تحاولي انك تجيبيها طبقه وحده كيف ما كنقولوا ضاله وحده. علاش؟ باش الطبقه الثانيه اللي غادي نديروها تكون قابطة عبر واحد جاي طي واحد. هي من الاحسن تاخذوا معلقه وبالظهر ديال المعلقه انكم تخدموا، كتجي فاسيل بحال هكذا البنات. دابا ندخلوها للثلاجه بما وجدنا الطبقه الثانيه. من بعد البنات دابا وصلنا للكريمه ديالنا اللي غادي نديرو فوق الطبق الاول. اشنو كيحتاج؟ ثلاثه كيسان ديال الحليب، معلقه ديال القهوه، ثلاثه المعالق ديال السنيده، والسنيده على حسب كل شخص شنو كياكل واش الحلاوه ولا لا، جوج معالق ديال الكاكاو، ثلاثه المعالق ديال الكريمه، يا اما نشا يا اما كريم باتيسيير اللي متواجد عندك اللي متوفر عندهم نفس الدور، ثلاثه المعالق يا اما من نشا يا اما من كريم باتيسيير اللي عندك. وهذه غنديروها في الاخير الفلون ديال الكراميل، سينو لا عندك شوكولا بياد شوكولا نوار كيبقى لك لو شوا. المهم هادشي اللي كنستعمل انا. نبداو على بركة الله، ثلاثة كيسان ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال القهوة سريع الذوبان، جوج معالق ديال الكاكاو،
ثلاثة المعالق ديال السنيدة، ثلاثة المعالق ديال الكريم باتيسير، وكنخلطو بحال هكدا بالخلاط اليدوي. من بعد كندور الفرن فوق البوطة واحد خمسة دقائق تو كان هاد الخليط ديالنا كيعقد. البنات كنبقاو نحركو باش ما يتحرقش لينا وتكون فيه بنة المرار، يعني ضروري خاص كتبقاي تحركي تو كان كيعقد. من بعد البنات غادي نزيدو الفلون بنكهة الكراميل، الا نتي عندك الشوكولات بيض ولا نوار مش مشكل، ممكن انك ديريه. ونبقاو نحركو كيفما شفتو معايا البنات كيولي عاقد بحال هكدا، خاصنا ما نتعطلوش باش اننا نابليكيو فوق الكاطو ديالنا على هذا الشكل. قبل ما يقصح لينا يعني خاصك الزربه تخدميه. على هذا الشكل نذوقو بالفيرميسيل ديال الشوكولا كيفما بغيتي الشوكولا، بغيتو ملونين، انا جو بريفير نواغ في النواغ تكون ملونين حسن. وليداتي كيبغيوهم بالشوكولا انا اسي انا سهله البنات ما كتطلبش وقت بزاف، 10 دقائق 15 دقيقة تساليها، ما كاين لا فران صوف الثلاجة، كنتي زربانة ديريها فريكو الفوق، ما كنتيش زربانة عليها تخليها لتحت. ودابا غادي ندخلوها الثلاجة ديالنا، من بعد تشوفوا فاش نخرجوها من الثلاجة كي غادي تكون. هذا هو الكاطو ديالنا البنات كيكون على هذا الشكل، سريع غزال بنين البنات. نتمنى انكم تجربوه وبصحه والعافيه، ونتمنى انكم يعجبكم. كيف ما كنقول لكم ديما ردوا عليا الخبر، كنجيب لكم ديما الحاجه السهله والحاجه اللي في وقت وجيز بالصحه والراحه. نتمنى ان تخليوا لي كومونتير، ديروا لي جيم، دقوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الكاطو ديالنا اللي بدون فرن هو هذا على هذا الشكل، من الداخل كيجي بحال هكذا. وبصحه وراحه، خليتكم في امان الله.